حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ فقال للرؤيا التي رأيت.